مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. تتأثر المنطقة الشمالية بكتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي تتأثر بمنطقة بلاد الشام. تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل، ويتوقع أن تمتد هذه الكتلة الهوائية الباردة لتنشأ موجة باردة خلال الأيام القليلة القادمة لتشمل العديد من مناطق المملكة. التوقعات الجوية لهذه الليلة في العاصمة الرياض: تنشط الرياح الجنوبية التي تعمل على إثارة الأتربة والغبار 12 درجة مئوية كحرارة دنيا، أما الملموسة 10 درجات مئوية فقط. نذهب الآن لتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس بارد بشكل لافت 13 إلى درجة واحدة فقط، عرعر 12 إلى درجتين تحت الصفر، وتبوك 14 إلى 5 درجات مئوية كبداية لتأثر المملكة بموجة باردة شديدة خلال الأيام القادمة واعتبارا من نهار اليوم. المدينة المنورة 21 إلى 10، جدة أتربة رياح نشطة 33 إلى 23، مكة المكرمة 33 إلى 23 أيضا، أما الطائف 21 إلى 9 درجات مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، أبها 23 إلى 8، الباحة 19 إلى 10، وجازان 29 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 21 إلى 7، حفر الباطن 14 إلى 4، والإحساء 20 إلى 6 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض أتربة مثارة 18 إلى 5، بريدة 13 إلى 4، وحائل 11 إلى درجة مئوية تحت الصفر. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.